أخبار اليوم. هي مش وسيلة كافية، هي وسيلة معاونة مساعدة طبعا. لا غنى عن السياحة العالمية اللي بتجينا، لا غنى عن السياحة اللي بتيجي من الخارج. طبعا احنا متأثرين زي ما انت شايف، النهاردة موصلناش في الإشغال، إنما هي بتنشر، يعني هي بتنشر في هذا الاتجاه، وبتظهر إن رسائل العالم إن المدينة الجميلة اللي أنتوا بتقولوا فيها في مشاكل في المطار بتاعها، مدينة الناس عايشة وناس بتتحرك، ووزراء جايين من مصر هم وراجعين، ومؤتمرات بتيجي من الخارج. كان لسه عندنا مؤتمر للشباب العربي، كان عندنا وزير الإعلام الكويتي، كان عندنا الشيخ طلال من السعودية موجود يحضر برضه مؤتمر في الترايسلون. يعني عايز أقول الناس بتيجي والناس بتتحرك، وأنا بكرة مستقبل أول طيارة جاية من الأمازون عليها 100 راكب إمارات إن شاء الله، بكرة الساعة 12 إلا ربع هتوصل مطار شرم الشيخ. الحركة شغالة، الدنيا شغالة، الأمور ماشية طبيعية جدا، وبنحاول نطمن في الخارج يعني للعودة السياحة بسرعة في أقرب فرصة، وان احنا الحياه ماشيه طبيعيه، وفي مؤتمرات اهو، في احتفاليه كبيره هتتم دلوقتي بتاعت طبعا الكنيسه الانجيليه، مصر السلام في حب شرم الشيخ جايين راسهم رئيس الكنيسه واثنين وزراء الثقافه وزاره الهجره، والناس طبعا موجودين، وهتشوف جوه الاقبال شكله ايه، وهيحضروا معانا القداس على ارواح شهداء بقى، شهداء العريش، شهداء باريس، شهداء الطائرة البروسية، هنوقف دي أحداث كلنا على أرواحهم. كل دي رسالة توصل للعالم، إنما هي طبعا المؤتمرات دي عوامل من ضمن يعني عوامل مساعدة لعودة السياحة مرة أخرى. واضح فعلا في مجهودات كتيرة قوي بتبذلها المحافظة، مجهودات قوية إنها تنشر السياحة. أهم المجهودات دي اللي نذكرها للناس اللي هي مش عارفاها يا فندم. يعني عايز أقول احنا بنحاول طبعا نعمل ايفنتات، احداث مؤتمرات، احداث عالميه، يمكن في فنانين كثيرون عايزين يجوا. اخبار اليوم عملت مؤتمر ضخم جدا، وجود مجلس الوزراء بالكامل عندنا بيعمل مؤتمر. احنا بنقول برضو عندنا يعني مطرب محمد منير لسه ان شاء الله يعمل يوم الجمعه يعمل الحفله الضخمه بتاعته هنا. هناك ايضا بعض المؤتمرات هتنعقد خلال الفتره القادمه هنا، لدرجه ان يعني برضه وزاره الاوقاف تعمل مسابقه القران الكريم في مدينه السلام، في مدينه الاديان، في مدينه شرم الشيخ والطور. عايز اقول ان دي كلها مجهودات تبذل علشان عودة السياحة. أنا دعيت وفد من جورجيا 22 إعلامي، هم قعدوا يوم الأحد ومشوا الأربع، قابلتهم وكان في مؤتمر صحفي معاهم، وراحوا زاروا سانت كاترين، وراحوا تمتعوا بالمقاصد السياحية، ونزلوا الزونات بتاعت الغطس، وصوروا وشيروا الكلام ده كله في الخارج. الكلام ده كله مؤثر في الدول دي، عشان برضه بيوصل لهم مش بيجي لهم برضه كلام غريب عن المنطقه، ان المنطقه ما حدش يروح هناك. بنجيب الوفود دي بقى، فهي بتبعت الكلام ده للخارج. احنا بننسق برضه الحفلات، ان شاء الله في مطرب ايطالي كبير هيجي في شهر ديسمبر. في برضه بعض رجال الاعمال هنا، عملنا يوم اضاءنا الاضاءه بتاعت سور سكوير، جت مطربه اوكرانيا الاولى، الكلام ده كان يوم 20 نوفمبر الاسبوع اللي فات، الجمعه اللي فاتت. يعني عايز اقول كل الحاجات دي هتساعد وتنشر في السياحه، واحنا يعني ان شاء الله عندنا امل كبير قوي ان السياحه ترجع، وعندنا امل كبير قوي ان الدول تبتدي تعيد يعني برضه التفكير، وان احنا يعني مع هذه اللجان الكثيره اللي جت عشان تتمم على المطار وتبص على المطار وتشوف اي سفرات، عشان اعتقد دلوقتي يعني في تفاعل كبير جدا مع القيادات الامنيه عندنا، وفي تفاعل كبير جدا في المطارات. وانت شايف المطارات دلوقتي يعني جميع المطارات اللي موجوده في مصر حاليا، يمكن انا جاي من مطار القاهره تركيز ذاتي،